نروح معاكم لاخبار النادي الاهلي الفريق الاول وتقسيمه قويه للاعبي النادي الاهلي في المران الصباحي. النادي الاهلي بيستعد للقاء يوم الاربعاء امام طلائع الجيش، وبكره ان شاء الله الفريق هيخش في معسكر مغلق، وبالتالي النهارده كانت اخر تدريبات للفريق قبل ده. قدام حضراتكم تدريب الصباحي، واللي كان حريص عليه كل لاعبي النادي الاهلي بأدائه. انا عارف ان الجو كان حر جدا، والتمرين الصبح في الصيف بيكون حاجه صعبه جدا، لكن يعني هو ده حال لاعبي كره القدم، هو ده قدر لاعبي النادي الاهلي ان هو دايما يكونوا يعني موجودين. والجهاز الفني كابتن سامي قمصان، علي معلول، عمرو السوليه، كابتن طارق سليمان، صلاح محسن، حمدي فتحي، وحسين الشحات. التقسيمه كانت قويه في المران الصباحي، ومستر مارتن لاسارتي كان حريص انه يعني يوقف التقسيم اكتر من مره لتوجيه الفني. وليد سليمان زي ما حضراتكم شايفين اهو بيستعد ان شاء الله يكون له نصيب ويشارك في اللقاءات القمه اللقاءات الجايه عفوا. وجوده مهم جدا، وجوده هيكون شيء مهم بالنسبه لمارتن لاسارتي، حل من الحلول اللي او الكي بلايرز، مفاتيح اللعب اللي دايما هيعتمد عليها محمد هاني، صالح جمعه، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم. النادي الاهلي بالزي الازرق في المران الصباحي، وكذا ما قلت لحضراتكم كان في اكتر من وقفه لمارتن لاسارتي مع الجهاز مع اللعيبه علشان يقول بعض التعليمات الفنيه. النادي الاهلي ان شاء الله بيستعد لمواجهه طلائع الجيش في الجوله 31 الساعه 7:15 يوم الاربعاء ان شاء الله على استاد الماكس بالاسكندريه. ايضا من ضمن الاخبار مران قوي لخماسي حراس المرمى في الاهلي. كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي قاد تدريبات قويه لخماسي حراسه المرمى في المران الصباحي اليوم الاثنين على الملعب مختار التتش. طبعا كابتن طارق بيبذل مجهود كبير جدا مع الحراس الخمسه علشان الخمسه يكونوا على اتم استعداد، وزي ما احنا شفنا عادل لطفي لما يكون موجود، شريف اكرامي لما يكون موجود، ايضا كمان الشناوي لما بيكون موجود، اي حد منهم بيأدي بنفس المستوى اللي عليه. الفكره في الاستمراريه في الماتشات، ان ممكن الثلاثه لو اخذوا نفس الماتشات اللي بياخدوها الشناوي او شريف اكرامي او علي لطفي، اعتقد ان الثلاثه هيكونوا في نفس المستوى. لكن طبعا بما ان في ثبات تشكيل وفي ثبات لحارس مرمى اساسي وثبات لحارس يكون حارس مرمى احتياطي وحارس مرمى ثالث يكون بره التشكيله، هو ده اللي بيعمل شويه فروق في المستويات. لكن على المستوى الفني داخل الملعب وفي داخل التدريبات الخمس حراس او كل حراس النادي الاهلي كلهم بخير، شريف اكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، ومصطفى احمد واحمد طارق في المران الصباحي، وحصلوا على وحدات تدريبيه متنوعه في اطار تجهيز الجميع للمرحله اللي جايه ان شاء الله. طبعا حراس المرمى هو يعني مركز مهم جدا ومركز حساس جدا في اي فريق، خاصه في النادي الاهلي ومنتخب مصر. زي ما احنا متعودين دايما حراسه المرمى في المنتخبات الوطنيه بيكون نسبه 90% من النادي الاهلي، وده لا يقلل ابدا ابدا شيء من اي منافس اخر او اي نادي اخر. في الاول وفي الاخر ده نصيب، في الاول وفي الاخر هو مجهود بيبذله اللاعب علشان يكون موجود في المنتخب. اي حارس مرمى يبقى موجود لمنتخب مصر كلنا هنشجعه، كلنا هنكون وراه، كلنا هنكون معاه. مستر مارتن لاسارتي يجتمع مع رمضان صبحي في جلسه خاصه ما بينهم هما الاثنين. اجتمع مستر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي مع رمضان صبحي، وجلسه فنيه مع اللاعب في نهايه مران الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيره. والمحاضره شهدت الحديث على بعض الامور الفنيه بعد انتهاء التقسيمه اللي الفريق طبعا كان بياخدها صباح اليوم، واللي بيستعد بيها النادي الاهلي لمواجهه طلائع الجيش. ان شاء الله نتمنى رمضان صبحي يعود اقوى من الاول، لاعب مهم، لاعب كبير، لاعب دلوقتي بقى من الركائز الاساسيه للنادي الاهلي ومنتخب مصر. رمضان عنده الفتره اللي جايه محتاج يقرر ونشوف هنعمل ايه. النادي الاهلي هيشتريه بشكل نهائي من هادرسفيلد، احنا عارفين ان عارض رمضان صبحي بتنتهي في شهر 6 القادم، وده انتهاء دوري او الانتهاء الرسمي لموعد الدوري الانجليزي من الاعارات ومن ومن ومن، وبالتالي رمضان صبحي محتاج يقرر ويشوف هيعمل ايه، هل هيبقى في الدوري الانجليزي في فريق اخر زي ما احنا عارفين. انا من وجهه نظري لو تسالوني اقول لحضراتكم رمضان صبحي ما كانش بيلعب في السوق سيتي، ما كانش بيلعب في هادرسفيلد، او كان بيلعب على استحياء. وجوده في النادي الاهلي قربه تاني لمنتخب مصر، بدا يستعيد مستواه اللي احنا عارفينه، ولو قدامه ان هو يروح في دوري الدرجه الاولى الانجليزي او النادي الاهلي، لا طبعا 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 بدون تفكير يرجع للنادي الاهلي رسميا، و يعني يبقى بدون اعاره، يبقى شراء، بيع وشراء لصالح النادي الاهلي. يعني خلاص اخبار بتؤكد ان رمضان صبحي هيكون موجود في قائمه منتخب مصر لامم افريقيا، وده شيء اكيد
كان لابد منه، لكن مستر أجاري أكيد كان عنده بعض وجهات النظر اللي بيجرب بيها اللعيبة علشان يكون عنده أكتر من اختيارات الفترة القادمة. طبعا ده المران الصباحي اللي كان صباح اليوم في ملعب مختار التتش. والنادي الأهلي دايما عايز أقول لحضراتكم على معلومة، دايما لما بيكون في أحداث في النادي الأهلي في المقر، النادي الأهلي الجزيرة أو يعني أعياد شم نسيم، أعياد فطر، أعياد أضحى، ده بيكون النادي الأهلي حريص على إنه يدرب صبح بدري علشان قبل ما المقر يتزحم وقبل ما الأعضاء طبعا يكونوا موجودين في النادي. وبالتالي النادي الأهلي عنده مباراة مهمة فعايز يركز فيها، فعايز يبعد عن أي أجواء فيها احتفالات أو أي أجواء فيها يعني ممكن تؤدي إلى عدم التركيز. وده يعني سمة من سمات النادي الأهلي أو الفريق الأول بالنادي الأهلي، ده بيكون كمان بالتنسيق مع الإدارة وبالتنسيق مع كابتن سالم حفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وتدريبات بدنية للاعبي الأهلي عقب انتهاء المران الصباحي. إن كان في كمان بعد انتهاء المران زي ما قلت لحضراتكم دي آخر تمرينة قبل التمرينة الخفيفة اللي بعديها بيكون إعلان القائمة النهائية اللي بتروح لمعسكر في الإسكندرية علشان تستعد لمباراة يوم الأربعاء أمام الجيش. وكان في تدريبات بدنية خفيفة كانت عبارة عن جري حوالين الملعب، ده بعد انتهاء التمرين الصباحي واللي كان موجود على ملعب مختار التتش. حرص الجهاز الفني إنه يعني طالب اللعيبة بالجري اللي قلت لحضراتكم عليه الخفيف اللي بعد انتهاء المران. يعني بص حضراتكم هشرح لحضراتكم ليه بيكون في جري بعد انتهاء التمرين. يعني بالبلدي أو بلغة كرة القدم، لاعب كرة القدم بيلعب 90 دقيقة، اللاعب اللي بيعرف إن هو يكمل لأبعد مدى موجود في المباراة ويكون تركيزه أعلى هو ده اللاعب اللي بيكون أفضل، اللاعب اللي بيعرف يركز يطلع الباص منه صح، يطلع منه الكروس صح، يطلع منه الـ 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 الهدف أو التصويبة صح. ليه؟ النادي الأهلي لو إحنا كده يعني أنا بشرح لك موضوع كده بسيط، يعني بما إن إحنا جت السيرة فعايز أشرح لحضراتكم ليه الأهلي بيعمل كده أو ليه الأندية الكبيرة بتعمل كده. النادي الأهلي معظم أهدافه في دقيقة 90 فيما فوق، 91 92 93 94 95 حتى 98 وصلنا لها الاهلي بقى ليه فيها اهداف. اللعيب اللي بيعرف يركز لحد اخر وقت من المباراه وبيعرف يبقى المعدل البدني بتاعه عالي لمده مثلا ساعه ونص، ساعه وازيد من الساعه ونص اللي بيلعبهم فيها المباراه، هو ده الفريق اللي بيعرف يكمل كل البطولات بنفس مستوى التركيز. وبالتالي انت مش عارف الهدف ممكن يجي لك فين، مش عارف التمريره ممكن تمررها فين، ممكن التمريره تكون حاسمه في اخر المباراه لو انت تعبان، مش تعرف تجري، مش تعرف تعمل تدريبات بدنيه زياده عن بقيه الفرق اللي موجوده، هتقع بدنيا. عشان كده دايما بعد كل تمرينه او بيبقى في اثناء بعض التدريبات في جزء بدني خاص بعد التمرين، بعد ما اللاعب يجيب اخره، بعد ما اللاعب يكون تعب، لا ده انا هزود عليك بالحمل البدني علشان ارفع المعدل اللياقه البدنيه عندك. دي حاجه كده بتكون على مدار الموسم. طبعا يعني اللي لعب كوره فاهمين اللي انا بقوله ده، واللي يعني ما لعبوش كوره فقط بيشجعوا او بيحبوا النادي الاهلي وبيحبوا لعب كره القدم، انا بحاول اقرب لحضراتكم وجهات النظر علشان يعني نعرف ليه دايما بيكون في تدريبات بدنيه في وسط الموسم او ايه هي التدريبات البدنيه دي بتعمل ايه. فكان في جري خفيف حوالين الملعب بعد انتهاء التمرين، وطبعا بكره هيكون في معسكر مغلق ان شاء الله للنادي الاهلي علشان يستعد لمباراه يوم الاربعاء في ملعب الماكس اللي وشه حلو علينا، وان شاء الله دايما يكون وشه حلو علينا في لقاءاته القادمه والاهلي